مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج التحدي. خلال هذا اللقاء يسعدنا أن يكون معنا سيادة المستشار عبد الفتاح سليمان رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان. أهلا وسهلا بك سيادة المستشار، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. وأولا قبل ما أبدأ أشكر قناة طيبة الحقيقة للجهد اللي بتعمله معانا واهتمامها العالي، وشايف أنا في مجموعة برامج جديدة ما شاء الله برضو لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، فأنا أشكركم من هذا الموقع. والحمد لله لدينا نادي ذوي الاحتياجات الخاصة في أسوان، الحمد لله له أنشطة متعددة وفي إضافات الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت، منها كرة القدم البارالمبية اتحاد رياضة المعاقين. هذا النشاط أضفنا له فريق من أسوان عندنا من 10 لاعبين من قصار القامة، والحمد لله يعتبر من أفضل الفرق، وشارك في دوري اللي كان في القاهرة، وأيضا في مجموعة من اللاعبين اشتركت في المنتخب اللي شارك في الشهر الماضي في بطولة المغرب لقصار القامة، وده أحدث شيء بالنسبة لنا غير الأنشطة العادية للعقاهات الذهنية وللصم وضعاف السمع وللحلقات الحركية والمكفوفين. لكن عاوز أضيف هنا أن نادينا الآن له تميز، وهو أن احنا عندنا صم بنات على مستوى الجمهورية. ما فيش نادي في جمهورية مصر العربية من 43 نادي من ذوي الاحتياجات الخاصة أو التخصصي بالنسبة للمعاقين، هو النادي الوحيد اللي في مصر فيه صم بنات، وده احنا نفخر به طبعا. تتميزوا به؟ نتميز ونفخر به كمان، لأن هم ممتازين ومستواهم عالي وكفاءتهم عالية وبيجيبوا لنا ميداليات الحقيقة في البطولات بتاعتهم. ولكن إن شاء الله قريبا في اتحاد للصم، قريبا هيبقى فيه افتتاح وتأسيس لاتحاد خاص بالصم وضعاف السمع، زي ما فيه اتحاد خاص بالاعاقات الذهنية، واحنا الحمد لله مشاركين.
ان شاء الله الشيء الحديث ان احنا احدث زي ما قلت ان احنا عندنا متميز نادينا بان احنا موجود عندنا بنات صم، وده مش موجود في اي نادي في مصر. وان شاء الله في اتحاد حديثا هيكون للصم وضعاف السمع، بناتنا هيشتركوا فيه مع الاولاد، وان شاء الله طبعا زي ما قلنا ان دول ممتازين، وخاصة البنات في متفوقات وبياخدوا ميداليات وواخدوا مراكز متقدمة في الرياضة الحمد لله. احنا بالنسبة لنا احدث شيء بالنسبة لنادينا هو ان احنا عندنا فريق لكرة القدم لقصار القام، اشتركنا في الدوري اللي كان موجود في القاهرة في مركز شباب الجزيرة، واشتركنا مع المنتخب في الشهر الماضي في بطولة المغرب، وإن شاء الله في أغسطس في نهاية أغسطس الأرجنتين بتعمل بطولة عالمية ودوري بطولة عالمية لكرة القدم لقصار القام، فإن شاء الله أولادنا هيشتركوا في المنتخب اللي هيروح هناك بإذن الله. إن شاء الله سيادة المستشار، طبعا بعد يعني النجاح الكبير اللي حققه النادي، طبعا نادي الزاوية الحاجات الخاصة بأسوان، الكثير بيتساءل يعني عن ازاي ان هو يقدم او يبقى عضو في هذا النادي. يعني طبعا انا يسعدني ان النادي بابه مفتوح لكل ابنائنا من ذوي الهمم في طول السنة، ما عندناش فترات بنقفل فيها، وفي نفس الوقت احنا مكاننا في مركز شباب بدر في جوار الطابية وده في أسوان طبعا، وإحنا بنشتغل 2 و4 دي الأيام الأساسية، لكن إحنا كمجلس إدارة وإداريين بنبقى موجودين طول الأسبوع يوميا، بنبدأ من الساعة 8:30 مساء لغاية الساعة 11 مساء، فاللي جاي يشرفنا ممكن يجي يسجل في الفترة دي مع الإداريين الموجودين، أو يجي الاثنين أو الأربع الأيام النشاط بتاع النادي فدي. وبعدين احنا بالنسبه للنادي يعني اشتراكاتنا بسيطه طبعا، ما هيش مبالغ كبيره، يعني احنا الاشتراك عندنا 25 جنيه في السنه، وعندنا التسجيل حاجه رمزيه يعني ان شاء الله، وفي نفس الوقت في عندنا زي الحمد لله عندنا زي متميز عليه شعار النادي لاولادنا الحمد لله قدرنا نعمل ده، والأنشطة بتاعتنا مستمرة. وبعدين عندنا طبعا النشاط ده بيقوم من اللجنة البارالمبية اتحاد رياضة المعاقين، هي اللي بتنظم أنشطة ذوي الهمم في مصر وفي كل الدول فيها لجنة بارالمبية، فاللجنة البارالمبية بتنظم لنا أنشطنا، وفي اتحاد لذوي الإعاقات الذهنية، وهذا الاتحاد يعتبر من أنشط الاتحادات، وأغلبية أولادنا في النادي الآن من الإعاقات الذهنية الحقيقة، وده طبعا احنا بنشكر من هنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بعموم ذوي الهمم عموما وذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقات الذهنية خصوصا. وطبعا المهندسة أمل مبادر رئيسة الاتحاد احنا بنشكرها أيضا لأنها لها نشاط عالي، وهي التي استطاعت أن تنمي اتحاد الإعاقات الذهنية، وكان لي الشرف أن أنا كنت عضو في أول مجلس إدارة للإعاقات الذهنية، فده أنا بتشرف بيه دايما، والحمد لله ولادنا في الإعاقات الذهنية متفوقين جدا، عندنا أبطال في ألعاب القوة، عندنا أبطال في السباحة، وهذا العام إن شاء الله الجديد عندنا أيضا إن إحنا عندنا أعضاء هيتشركوا في قطاع السباحة في الإعاقات الذهنية، في عندنا 4 سباحين بنجهزهم الآن، طبعا الآن إحنا في موسم بره الموسم هيبدأ في أول شهر 9 الرياضي لهم، وإن شاء الله هنسجل بجوار ألعاب القوة وهنسجل سباحه في الاعاقات الذهنيه الحمد لله. طبعا احنا عندنا في الاعاقات الحركيه سباحه ايضا والعاب قوه برضو، وان شاء الله زي ما اضفت ان احنا عندنا الجديد هو كره القدم لقصار القامه، وده احدث نشاط بالنسبه لنا احنا. ان شاء الله المستشار، ويعني مزيد من التوفيق ومزيد من الجهود لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه بمحافظه اسوان. وانا طبعا اشكر معالي الوزير أشرف عطية طبعا لاهتمامه بنا ويقابلنا بشكل ممتاز ويشوف مشاكلنا ايه ويحلها لنا، وطبعا وكالة وزارة الشباب والرياضة ايضا الدكتور ناصر سليم برضو بيهتم بنا هنا برضو في وكالة وزارة الشباب والرياضة، نشكرهم. وطبعا من هنا نرفع الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمام بذوي الهمم، وهم الان في عصر ذهبي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنشكرهم من هنا وربنا يمنحه الصحة والعافية، وان شاء الله احنا نادينا في أسوان
الأطفال في تقدم دائم، والحمد لله رغم أن احنا آخر بلد في مصر إلا أننا من أول نعتبر الثاني أو الثالث على مستوى الجمهورية في التفوق بتاعنا الحمد لله. شكرا أستاذ المستشار. شكرا للإعلام طبعا وقناة طيبة اللي دايما بتهتم بينا وولادنا يروحوا لها وهي تيجي عندنا في مقر النادي هنا. نشكركم كثيرا وإن شاء الله دايما هذه القناة الرائدة هتكون دايما في تقدم وإحنا معاها دايما وهي بتهتم بينا وإحنا بنسعد بيها. شكرا جزيلا. معنا في هذا اللقاء طفلة جمانة إحدى عضوات نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان. بنرحب بك وأهلا وسهلا بك يا جمانة. شكرا قوي والله تعبك قوي بنسيب الباهي ماما اصب الله اصب الله وماما نتعامل حتى ونتعامل سيل حتى بس. فرحانة جمانة النهاردة عشان بتيجي النادي كده وتلعبي رياضة وتقابلي صديقاتك كده وتشوفيهم؟ ايوه بشوفهم ونروح لكيناتي كده بس. بتحب تلعبي ايه بقى؟ بتحب تجري بس ولا؟ اه انا كبت ورحنا كبت تعبت وتعبت كده بس. ليكي هوايات تانية يا جمانة؟ بتحب الرسم مثلا؟ بتحب اي هواية تانية؟ اه بحبها قوي. ايه درست اسمي نجرا واسمي زمانة كده بس. تحب ترسمي ايه يا جمانة؟ ايه عارف هبط بتعرف بس. بتحب السباحة؟ اه علمت لغاية فين دلوقتي؟ وصلت لغاية فين في السباحة؟ من مية وبس. كويس يعني تعلمت كويس السباحة دلوقتي؟ أيوة صحابي فنتو بس كده. شكرا يا جمانة بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكل من ود وحالي الله الله وكل من النبي غالي الله الله أشكل من ود وحالي وكل من النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسك فاح ذكرنا.
صبرت نفسي بأحاديثك وقلت لابد في الليل أرى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهرة حدث لجدك طمني الله الله وبذكره والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهرة ست الكريمة بنت زهرة الله الله علي المقام نظرة يا طهرة الله الله ست الكريمة بنت زهرة علي المقام نظرة يا طهرة خذي علينا بالنظرة بجهة جدك رسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا مشاهدينا الأعزاء كنا معكم في حلقة جديدة من برنامج التحدي شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من البرنامج.